الرحيم. أنا الشيخ جمال عبد الفتاح أبو العلاء، بعد أسماء بنتي ما ربنا أكرمها إن شاء الله ونجحت في الكلية، وطبعا عرضت عليها إني أسماء تخش الكلية الحربية، فرحت فرح شديد وحشيت إني وجهها كله نور، وأنا فرحت جدا. وبعد كده رحت طبعا سحبت الدوسير بتاع الكلية وبدأنا في سحب الملف، وبعد كده سافرت معاها وجبنا الملف وانا كتبت الملف بيدي وهي كانت معايا برضو، والحمد لله ربنا اكرمها، بدات في الاختبارات وجيت بسافر معاها خطوه بخطوه لحد الحمد لله امتحان الهيئه والى النهايه، وانا معاها بروح معاها واسافر ومتبعها خطوه بخطوه، والحمد لله ربنا اكرمها ونجحت في الاختبار. انا اطلب من اولياء الامور واني ارسل لهم رساله باني انا حافظ القران، وإن أولياء الأمور يساعدوا أبنائهم وما يفرقش بين الولد والبنت، ويساعد البنت ويلبي لها طلباتها ويوقف جنبها ويساعدها لحد ما توصل للهدف اللي عايزاه، ما يكتمش نفسها يقول لها لا ما تروحيش كذا مثلا، لا يساعدها ويوقف زي ما أنا عملت، أنا بستشير أبنائي وبمشي معاهم وكل خطوة بخطوة، ما تقولش دي بنت لا تقعد في البيت مثلا، ما ينفعش. ده البنت تساوي، انا عندي دكتوره اسماء ضابط ملازمه اول قوات مسلحه بيساوي 1000 راجل، قلت لها يا اسماء يا اما النصر يا اما الشهاده، احنا مصر غاليه علينا، بلدنا غاليه علينا، ورئيس السيسي يشكر والحكومه تشكر، فاحنا لازم نبقى جنب بلدنا ونساعد الحكومه ونجاهد في سبيل الله قد ما نقدر. وهي بكرر مره ثانيه، يا اما النصر يا اما الشهاده، وتحيا مصر تحيا مصر. لما جت يا اسماء بنتي انا يا ماما عايزه اقدم في كليه الحربيه، فرحت جدا وقلت لها يا بنتي بالتوفيق ان شاء الله موفقه، وانا طبعا ما قلت لهاش انت بنت لا ده للولد، لا قلت لها طبعا انت كل البنت والولد واحد، كل واحد ليه شغله هيقوم بيه من رفعه بيته واهله ووطنه مصر، وطبعا هتخدمي وطنك وهتكوني مجده ومجتهده، وانت زي الولد اللي هيوقف على الحدود ليكي شغل في الداخل هتقومي بيه خدمة مصر، وطبعا شرف لينا ولأهلك وبلدك. وكانت أول بنت في محافظة الأقصر وما زعلتش يعني إنها راحة الجيش، بالعكس كله شغل وكله جهاد وكله لخدمة بلدنا. أنا فخورة جدا جدا بأبنائي، هم مش بنات طبعا، أنا معتبراهم أولاد، وأولاد كمان جدعان بجد وإخلاص. طبعا ربنا كفأني بتعبي مع التلاميذ بجد وإخلاص، وربنا هو الأعلم أني ربنا كفأني ببناتي بأولادي بمنصب أسماء في الحربية وعلى بنتي في الداخلية، وربنا يكرمهم ويزيدهم إن شاء الله من عنده. وأنا طبعا فرحانة جدا جدا من كل قلبي، وبقول يا رب تخدموا بلدكم وتنصروا بلدكم وتوقفوا جنب رئيسكم، ربنا يعينه وربنا يقويه وربنا ينصر مصر وربنا يكرم مصر يا رب، وربنا يحفظها وهي دائما محفوظة إن شاء الله ومرفوعة الرأس وفي عزة وكرامة إلى يوم الدين إن شاء الله.